القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. لك مبارك بهالخدمة، لك مبارك بهالخدمة، لك مبارك من صغر سنك تنادي يا علي، من صغر سنك تنادي يا علي، في أمان الله يا مولى علي، في أمان الله يا مولى علي، في وداع الله ويشفع لك علي، في وداع الله ويشفع لك علي، ختمت هالعمر بالخدمة، ختمت العمر بالخدمة، ونلت الشرف والسمعة، بذلت النفس والدمعة. ما يحتاج عزاد، ما يحتاج، ما يحتاج. ختمت العمر بالخدمة ونلت الشرف والسمعة وبذلت النفس والدمعة، ومن صغر سنك تنادي يا علي، ومن صغر سنك تنادي يا علي، في أمان الله يا مولى علي، في وداع الله ويشفع من رجب. قمنا نترقب يا رجب يا رجب، حيث أنه أطل علينا في بداية رجب، ما كان أحد يدري من المستمعين والحضور بأن القارئ في تلك الليلة هو عزيزنا الغالي الفقير. من رجب قمنا نترقب يا رجب، يمتى مولانا يعود لنا العتب، يعني أعتاب المنبر، يمتى مولانا يعودا للعتب وبالسلامة يرجع وراح التعب. أثاري يختمها ويودعنا بعلي، أثاري يختمها ويودعنا علي، في أمان الله يا مولى علي، في وداع الله ويشفع لك علي، بالظهر زينب يودعنا ويروح، والجسد مملي معاناة وجروح، ومن ذكر زينب أخذ يبكي ويلوح، من صغر سنك تنادي يا علي، من صغر سنك تنادي يا علي، في أمان الله يا مولى علي، في وداع الله ويشفع لك علي. بعد ما ينقطع عن المنبر شهور، قال ما أقدر انقطع عن المنبر، ما اقدر، لابد ارجع لهذه الخدمه. راد ما ينقطع عن المنبر شهور، وجيب كل ايمان واخلاص وسرور، تفاجئوا كل الاحبه والحضور، ليله ملانا ترى مولى علي، ليله ملانا ترى مولى علي، في امان الله يا مولى علي، في وداع الله ويشفع. إذا أردنا يحضر الحسين شو نقول يا حسين؟ إذا أردنا الزهرة تحضر نقول يا حسين، قل لي آه يا أنا 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 الزهرة، واللي عنده دمعة واللي عنده هناك نعم حاجة، هذه نعم الحوائج للدنيا وللآخرة. أنا الوايا ذا المذبوح بالها، طول العمر ما قال حزنها، مصيبة ويشيب الراس جنها، 70 جثة بدور جنها، في المعركة ما حد دفنها، وزينب حد الحادب ضعنها، اي والله وزينب حد الحادب.